المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري يعلن عن حل شرطة الأخلاق في بلاده من قبل السلطات المختصة قائلاً إن دورية إرشاد لا علاقة لها بالسلطة القضائية وتم إغلاقها من الجهة التي أعلنت عن تأسيسها. وأشعلت وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من إيقافها لدى شرطة الأخلاق بسبب عدم ارتدائها الحجاب احتجاجات متواصلة منذ أكثر من شهرين في مدن إيرانية مختلفة. وتأسست هذه الدوريات عام 2005 وقالت السلطات آنذاك إن مهمتها تقتصر على تحذير الفتيات اللواتي يخرجن دون حجاب.